السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله والصلاة والسلام على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار الأخيار، وما النصر إلا من عند الله. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، أهلا بالمتابعين عبر البث المباشر، أهلا برواد مسجد مصطفى محمود، أهلا بعلماء وزارة الأوقاف المصرية. والجلسة الختامية من الأسبوع الثقافي والتي تأتي تحت عنوان في غاية الأهمية: المصالح المعتبرة. والحقيقة عندما نتحدث عن هذا الأمر فإنه يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية ببناء وعي ثقافي وديني ووطني رشيد. هذا الأسبوع يأتي برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أحدثنا في هذا الموضوع فضيلة الدكتور محمود ربيع، مدرس الفقه بجامعة الأزهر الشريف، وأيضا فضيلة الشيخ محمد الدومي إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود. الحقيقة عندما نتحدث عن المصالح المعتبرة، ويعني هو علم قليل بالنسبة للكثير الذي سنستمع إليه في هذه الجلسة، وهي الجلسة الختامية لهذا الأسبوع الثقافي، نتحدث عن أمر هام جدا وهو مفهوم المصالح المعتبرة. وإذا تحدثنا عن المصالح المعتبرة هي التي اعتبرها الشرع وجاء بها النص، كل الأمور الشرعية تدخل في باب المصالح المعتبرة. والحقيقة من قراءتي في هذا الموضوع توقفت عند كلمات تكتب بماء الذهب، كلمات تكتب من نور للإمام الغزالي عندما تحدث أن المقصود من الشريعة في الخلائق أو في الخلق هو الحفاظ على دينهم وعلى نفسهم وعلى عقلهم وعلى مالهم وعلى هذه الأمور التي تحفظ الكيان البشري، تحفظ كيان الإنسان. والحقيقة يعني هناك جملة هامة جدا للإمام الشاطبي، هذه الجملة تتحدث عن أن وضع الشرائع في صالح العباد. هذه أمور لابد أن نتدبرها بشكل جيد، ولابد أن يكون لنا حال ووقفة مع الله عز وجل حتى نعرف كل ما يرضي رب العباد. ودائما ننطلق من القاعدة الأصيلة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أتشرف بوجود ضيوفي الكرام، والكلمة الآن مع فضيلة الدكتور محمود ربيع مدرس الفقه بجامعة الأزهر الشريف. العلماء الأجلاء يعني لهم الكلمات المؤثرة، ولكن فضيلة الشيخ محمد الدومي قدم فضيلتك في هذا الحوار. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أشرف بكم وأسعد وأشكر السادة القائمين على هذا الملتقى في مسجد مصطفى محمود وبالجمع الكريم، وأتوجه لكم بخالص الشكر والتقدير. بعون الله ومشيئته يدور الحديث عن المصالح المعتبرة. لا نريد أن نجعل الموضوع يدخل في أصول الفقه بالكلية، إنما إن شئت فقل هو محاسن الشريعة، أو بلفظ عام: لماذا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل؟ فالمصالح المعتبرة ما هي؟ وما الحاجة إلى التشريعات؟ ما الحاجة إلى هذه التشريعات؟ ربما الإنسان منا عندما يسمع أو يعرف حكما شرعيا يتحدث مع نفسه كثيرا: ما الحكمة من تشريع
أحكام البيع والشراء، ما الحكمة من تشريع الحدود والجنايات؟ لذلك بصورة مبسطة سهلة، ما معنى المصالح المعتبرة؟ إن شاء الله أعيروني السمع والقلب بقلوب خالصة، إن شاء الله نستفيد من ذلك. المصالح بمعنى المنفعة، والمعتبرة أي التي أقرها الشرع، فبالتالي المصالح المعتبرة أي المنافع التي أقرها الله سبحانه وتعالى لعباده من خلال إرسال الرسل وإنزال الكتب. لذلك عرف الإمام الغزالي المصالح المعتبرة فقال: المحافظة على مقصود الشرعي. المصالح المعتبرة هي المحافظة على مقصود الشرعي. ويأتي الإمام العز بن عبد السلام في مقدمة كتابه الرائع قواعد الأحكام في هدي خير الأنام، قال: ومصالح الشريعة تدور حول أمرين، إما لجلب مصلحة أو لدرء مفسدة. فبالتالي كل التكاليف الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد إنما هي لإصلاح البشر، فالله سبحانه وتعالى لا يعتريه نقص ولا يحتاج من البشر شيء، فإذا ما التزم الناس بالأحكام فإنما ذلك لفائدة تعود عليهم في معادهم ومعاشهم، في معادهم ومعاشهم. فالله سبحانه وتعالى قد جعل الأحكام التكليفية كلها إنما هي لصلاح الحياة ولصلاح البشرية بأكملها. ولذلك سنرى ما هي أهم مظاهر الشريعة في المظاهر المعتبرة. يبقى إذن نعرف أمرا: المصالح المعتبرة أي الأحكام الشرعية التي أقرها المولى سبحانه وتعالى لعباده إما بأوامر وإما بنواه، ولذلك تعلو دائما المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. بمعنى الأصل عندنا أن ينصلح حال المجتمع قبل حال الفرد وإن كان الاثنين متكاملين. بمعنى يقدم مثلا أن تكون الأمور في غاية العدالة وفي تحقيق الأمن أولى من أن نكون منفعة ترجع على بعض الناس، هذا أمر. الأمر الثاني، تظهر المصالح المعتبرة في كل أحكام الشريعة، لا تتوقف على باب من الأبواب. ولذلك من يطالع كتب الفقه يجد دائما المسألة الشرعية والحكم الشرعي، وتجد من خلاله ما الحكمة التشريعية من ذلك. لذلك أول من ألف في مقاصد الشريعة وفي محاسن الشريعة إن شئت أن تسميها، ألف في ذلك الحكيم الترمذي في كتابه مقاصد الصلاة، ثم بعد ذلك جاء القفال الشيشاني فألف كتابه محاسن الشريعة. عندما تعرف ما الحكمة في النهي عن الزنا، ما الحكمة في النهي عن الربا، ما الحكمة في الأمر بالجهاد، ما الحكمة في الأمر بالصلاة، ما الحكمة في الأمر بالزكاة، كلها أوامر ونواهي تدور في فلك المحافظة على مصالح البلاد والعباد، لا تكون في مكان معين وإنما إلى قيام الساعة. فتظهر المصالح المعتبرة في ما أمره الله سبحانه وتعالى في العبادات، أمرنا بالصلاة والصوم والزكاة والحج، إنما هو لشيء واحد: كيف تتحقق العبادة البدنية والمالية في داخل الإنسان حتى يخضع لأوامر الله ونواهيه. عندما يأمرنا الله في المعاملات ببعض الأشياء، لماذا حرم الله بعض البيوع؟ لماذا حرم الغش؟ لذلك ترى أمرا مهما، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كان يبيع تمرا فوجد فيه بللا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هل هذا الحديث مقصود منه من غش في التمر فقط أم من غش في أي شيء؟ كل أنواع الغش محرمة، فتأتي المصلحة المعتبرة بأن كل أنواع الغش محرم، ليس في مكان بعينه ولا لفئة بعينها،
وإنما على مر الزمان والمكان في كل العصور وفي كل الأحوال. نرى من مظاهر الشريعة الإسلامية بأنها قد أقرت بعض العقوبات على الجنايات حتى تتأتى العدالة الربانية على من ارتكب جرماً يعاقب، ومن فعل إثماً يحاسب، إما في الدنيا وإما في الآخرة. فمن هنا ترى الأحكام الشرعية تستطيع من خلالها أن تتحقق مصالح البلاد والعباد. ترى أمراً مهماً وشيئاً أساسياً في أن الإسلام لم يكن ليكون محبوساً مقصوراً على أتباعه على المسلمين، بل جاءت الأحكام الشرعية للمسلمين ولغير المسلمين، فأقر لنا كيف يتعامل المسلم مع غير المسلم في السلم وفي الحرب وفي كل شيء. لذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أول ما فعله في المدينة وثيقة المدينة، جمعت كل المبادئ العالمية ما بين المهاجرين والأنصار وما بين المسلمين وغير المسلمين في كل المجالات، في المعاملات، في التجارة، حتى في حق الجوار وفي حق معاملة المسلمين مع غيرهم. يظهر من أحكام الشريعة في معرفة المصالح المعتبرة شيء مهم، بأن الإسلام ليس ديناً مادياً أو حسياً، بمعنى أنك تقف جامداً أمام الأحكام الشرعية، بمعنى أنك جامد في أحكام الصلاة، ليس عندك روح، تتعامل مع أخيك المسلم ومع غيره كأنك تتعامل مع حجر، أبداً. إنما الإسلام كله أخلاق، لذلك تجد كل أحكام الشريعة تدور حول كيفية تحسين الأخلاق والمعاملة الحسنة مع المسلم ومع غيره، بل مع المسلم ومع عدوه، بل أكثر من ذلك مع المسلم ومع الطير والحيوان. لذلك نرى في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري، دخل رجل الجنة لأنه سقى كلبا، ودخلت امرأة النار لأنها حبست هرة، وكتب الله سبحانه وتعالى الإحسان على كل شيء حتى في الذبيحة التي تذبح. فمن أجل ذلك آتت المصالح المعتبرة في معرفة الشريعة الإسلامية. لذلك ترى الإسلام كله في كل مجالاته، في كل أحكامه، في كل تفاصيله يقوم على أسس نختم بها: جانب العدالة، تتحقق العدالة الإلهية إما في الدنيا وإما في الآخرة، فالإنسان مكلف في الدنيا يحاسب في الآخرة، وما من إنسان إلا وله كتابه يوم القيامة ينظر فيه ليحاسب على ما قدم وما أخر. فتجد العدالة الإلهية كتبت على البشر، يقتص الله سبحانه وتعالى من ظالمهم لمظلومهم، وأيضا تجد المساواة. لم تكن الشريعة الإسلامية لتميز عرق عن عرق، أو جنس عن جنس، أو عربي عن عجمي، بل أتت العدالة الإلهية في كل زمان وفي كل مكان إلى قيام الساعة. فالخلاصة، كيف يستيقن المسلم بداخله معالم الشريعة الإسلامية؟ كيف نوقن بأن تشريعات الإسلام إنما هي لتحقيق مصالح البشر في الدنيا وفي الآخرة، في المعاش وفي المعاد، بل بعد الوفاة تجد أحكام الشريعة في أحكام الميراث. فالإسلام دين شامل كامل لكل مجالات الحياة، مهما حاول الإنسان أن يحيد عن ذلك لا يجد إلا التشريعات الإلهية. فلذلك نرى بأن المصالح المعتبرة هي مصالح أقرها رب البرية على البشر لإصلاحهم قبل كل شيء، فما طبقه الناس إنما ذلك لنفع لهم وثواب لهم في الآخرة، وما امتنع الناس عن ذلك إلا لفساد قد وقع بينهم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا السلامة، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يسترنا بستره،
إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفتح الله عليكم بكل خير فضيلة الدكتور محمود ربيع. ولكن فضيلة الشيخ محمد الدومي، دكتور محمود فتح لنا الكثير من أبواب الخير، وهناك الكثير من التساؤلات التي تدور دائما في الأذهان. يعني عندما نتحدث عن الدين ونتحدث عن الشريعة، العقل دائما يأتي أن هذه الأمور أمور عبادات تأتي في المسجد فقط، ولكن هناك أمور كما تحدث دكتور محمود ربيع أن الشرائع وضعت لصالح العباد، لصالح الإنسانية، لصالح البشرية، أمور كثيرة جدا، وهي أمور خير وليست أمور تقيد الإنسان. الملمح الآخر الذي أشار إليه دكتور محمود ربيع وهو ملمح الوطن والحفاظ على الوطن، ونحن في فترة يعني غاية في الصعوبة، ونجد الموقف المصري غاية في الاحترام وغاية في الفخر وغاية في الاعتزاز، وندعو الله عز وجل أن يثبت إخواننا في فلسطين وأن يكتب لهم دائما السلامة. نستمع إلى كلمة فضيلة الشيخ محمد الدومي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أرحب بحضراتكم، وأرحب بالسيد الفاضل الأستاذ تامر عقل وجزاه الله خيرا على المقدمة الفاضلة، وأرحب بالأخ الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود ربيع الذي تشرفت به حقا، وهو رجل طيب القلب، حسن الخلق، ودود المعشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي علمه، وهذا من علامة يعني حسن الإنسان أن يوصف بالعلم وبحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى قسم بيننا الأخلاق كما قسم بيننا الأرزاق، فأسأله تعالى أن يرزقنا من علمه، وأن يرزقنا من فضله، وأن يحسن أخلاقنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. اسمحوا لي حضراتكم، إحنا العنوان المصالح المعتبرة، أنا هتكلم في نقطتين. النقطة الأولى باعتبار السادة العلماء الأفاضل الحضور، فما الذي يهمهم من هذا الجانب؟ يعني إيه اللي يهمني كإمام في المسجد من موضوع اللقاء اللي هو المصالح المعتبرة؟ والنقطة الثانية علاقة الموضوع بالأحداث الجارية، نعمل إسقاط على الواقع من خلال الأسبوع. أولاً زي ما أستاذنا تفضل، كلمة المصالح معناها المنافع. المنافع دي معناها كل واحد فينا بيفكر في منفعة لي، واضح ده؟ أنا بتعامل مع حضرتك فبفكر في إيه؟ مصلحتي ومنفعتي، وإيه اللي ينفعني وإيه اللي يعود عليا بالنفع. وحضرتك برضو بتفكر في منفعتك ومصلحتك، مش كده؟ قد يفكر أحدنا في مصلحة أو في منفعة، وبعدين نيجي نسأل نقول يا جماعة اللي احنا بنفكر فيه ده صح ولا غلط؟ يعني واحد يقول إنه عايز يمتنع عن حاجة محرمة، هو لقى إعلان عن شرب الخمر قال لا أنا مش هشرب الخمر. مش هتشرب الخمر ليه؟ قال لا والله أنا عايز أحافظ على جسمي، وجسمي يبقى رياضي وبلعب رياضة، مش دي منفعة؟ فقال أنا بالنسبة لي المنفعة بالنسبة لي هي المحافظة على إيه؟ على الصحة. كويس كده؟ الراجل ده شاطر ولا نقول له أنت غلط؟ كويس؟ طيب، واحد تاني جه يقول لحضرتك يا مولانا إن هو بيفكر في الزنا، وإن الزنا ده بالنسبة له منفعة، والراجل بيتلذذ وبينبسط بالكلام ده، فحضرتك هتقول له ده صح ولا غلط؟ أكيد غلط. ده بيقول لك دي منفعة، وده بيقول دي منفعة. إيه اللي يخلينا نقول ده صح ولا غلط؟ تمام كده؟ يبقى المصالح أو المنافع نقسمها إلى قسمين، منافع معتبرة أو مصالح معتبرة، يعني الشرع وافق عليها. حضرتك عايز تعمل حاجة وتقول لي إيه حكم الشرع فيها؟ أقول لك الشرع موافق، خلاص؟ أو حضرتك تيجي تفكر في حاجة فأقول لك الشرع يرفض الكلام ده. واضحة كده؟ سهلة؟ يبقى المصالح يا معتبرة يا مصالح ملغاة. معتبرة الشرع قال موافق، ملغاة الشرع قال مش موافق.
واضح؟ طيب المصالح المعتبرة اللي الشرع موافق عليها دي كلها حاجة واحدة؟ الفقهاء قاموا مقسمينها لثلاث مستويات، قال لي في أمور لا يمكن الحياة بدونها، دي نسميها إيه؟ قال لي مصالح ضرورية. النوع الثاني قال لي في أمور الحياة موجودة والحياة ماشية بس بصعوبة شوية، نسميها إيه؟ مصالح حاجية. تمام؟ وبعد كده في أمور، تمام، اللي هي مصالح تحسينية. تحسينية يعني إيه؟ قال الدنيا ماشية والدنيا ممكنة بس إحنا بنتكلم في مستوى الرفاهية كده، تهنا صح؟ هو دكتور محمود قال أنا مش عايز أتوه الناس وأدخلهم في أصول الفقه بس إحنا هندوس سنة بس بسيطة. يبقى إحنا بنقسم المنافع أو المصالح إلى كم نوع؟ لا الأول اتنين، ها تهت أهو، معتبرة وملغاة. المصالح المعتبرة اللي الشرع موافق عليها نقسمها ثلاثة: ضرورات، حاجات، تحسينيات. الضرورات اللي هي مش ممكن تعيش من غيرها، اللي أستاذنا الدكتور اتكلم قال كده، حفظ الدين بالترتيب: الدين، النفس، العقل، العرض، المال. ما فيش حد يتصور الحياة السليمة الصحيحة بدون ما يكون عنده دين، تمام كده؟ الحياة مش ممكنة وانت مش آمن على نفسك ومهدد، وده بيقطع في ده وده بيقتل في ده والكلام ده كله، يبقى دي أمور ضرورية. فلما يبقى في اعتداء، الاعتداء ده لازم يزال. لما يبقى في واحد عايز يقتل حد، الشرع يتصدى ليه، يقول له لازم نحافظ على النفس، لازم نحافظ على العقل، ما تشربش مخدرات، بس لازم نحافظ على العقل، حضرتك ما تسمعش أي شائعات، ما هو ده من المحافظة على إيه؟ على العقل. أما الحروب الجيل الرابع دي قائمة على إيه؟ إني بلعب على عقل حضرتك عشان أدمرك وخليك أنت بنفسك تدمر بلدك، وأنت تتصور إن أبوك كافر فتروح تقتله، ويتصور إن أمه دي كافرة فيروح يقتلها. أدي اللي بيحصل، أدي حروب الجيل الرابع. يبقى كلها لعبة على إيه؟ يبقى حفظ الدين، النفس، العقل. حفظ العرض، مفيش امرأة تزني ولا رجل يزني، مفيش اغتصاب، مفيش تحرش، يبقى الناس ماشية آمنة، واضح ده؟ حفظ المال، ربنا سبحانه وتعالى من أجل المواضيع دي الكليات الخمس دول شرع الحدود، قال اللي مش هيحافظ، اللي هيجي ينشر الكفر ويحاربنا في الدين في جهاد وفي حرب وفي حد الرد. طيب حفظ النفس قال فيه القصاص. طب حفظ العقل قال حد شرب الخمر. طب حفظ العرض قال دول حدين اتنين، الزنا والقذف، ما حدش يتكلم في عرض حد، ما حدش يجي يسوي عرض واحدة ويفتري عليها خلاص ويلوث سمعتها هي وأهلها. طب حفظ المال قال اللي يسرق نقطع ايده، اللي يشيل سلاح ويوقف الناس ويسرقهم او يثبتهم زي ما بيقولوا ده ساعتها نطبع عليه حد الحرابه. واضح الامر ده؟ ادي اسمها دي الضرورات، انت تعيش في امان وامن على نفسك وعلى عرضك وعلى مالك وعلى عقلك، واضح؟ المستوى الثاني من المصالح الحاجات. الحاجات يعني ايه؟ قال لي الحياه ممكنه بس الحياه صعبه. لما يجي واحد يقول لي ان البيت بتاعه وقع، ويا عم الشيخ انا عندي حته ارض عايز ابنيها بس لما البيت وقع مش لاقي حد يسلفني، انا قاعد في الشارع انا ومراتي وعيالي، طيب رحت عشان استلف ما حدش اداني فلوس، ينفع اخد قرض؟ هو واحد بس قال لي انا هسلفك وبالربا، ينفع اخد قرض ربوي عشان ابني حته الارض دي اللي معايا عشان اعيش فيها انا وعيالي؟ السؤال حضرتك تفتيه بانه حلال ولا حرام؟ انت هتساله تقول له انت هتاخد القرض الربوي ده ليه؟ يقول لك انا قاعد في الشارع انا ومراتي وعيالي، غير امن على عرضي، غير امن على نفسي. ده هو بيتكلم في امور متعلقه بالنفس، بحفظ النفس وبحفظ الايه؟ العرض. يبقى يجوز ولا لا يجوز؟ تقوم جايه القاعده الضرورات تبيح المحظورات. الراجل الثاني قال لي انا ساكن في الدور العاشر، كان عندي اسانسير، اسانسير بيعطل كتير، كنت لسه شاب مش حاسب ان انا في يوم هكبر، وما بقاش عندي صحه وبقى عندي مش عارف ايه في القلب وبقيت بطلع في نص ساعه وبقى الله ايه ده مش قادر اطلع الدور العاشر اللي انا ساكن فيه ده.
عشان اخد شقة تحت وبيع شقتي لازم اخد قرض عليها. السؤال حضرتك هتفتيه تقول له ايه، حلال ولا حرام؟ ها تقوم حضرتك على طول مترجم، هو اللي بيتكلم فيه ده ضرورات ولا حاجات ولا تحسينات؟ مستوى الحاجة، هو عايش ولا مش عايش؟ عايش. عنده شقة ولا ما عندوش؟ عنده. إنما هو بيتكلم في حياة، بس الحياة صعبة جدا بالنسبة له. فتقوم حضرتك تقول الحاجات تنزل منزلة الضرورات، تقول له خد للضرورة كأنها ضرورة. واضحة؟ آخر حاجة بقى التحسينات. عم الشيخ أنا عندي شقة وعايش فيها كويس جدا، وأنا عايز أخد قرض بس عشان أشتري شاليه كده الولاد يلعبوا فيه ويروحوا في الصيف ويصيفوا فيه والكلام ده. حضرتك عندك شقة؟ عايش كويس؟ هو بيتكلم في مستوى ضرورات ولا حاجات ولا تحسينات؟ ينفع أقول له خد؟ ما ينفعش القرض. واضح ده؟ فالمصالح المعتبرة بالنسبة لحضرتك بتقيسها بالثلاثة دول، دي ضرورة ولا حاجة ولا تحسين؟ طب المصالح الملغاة؟ المصالح الملغاة زي ايه؟ واحدة عايزة تكشف عورتها علشان تعمل حاجة، هي بالنسبة لها مثلا هترسم حاجة في مكان عورتها، تقول لك والله انا هبقى مبسوطة لما اعمل ده، هي مبسوطة دي منفعة بالنسبة لها. السؤال ده معتبر ولا ملغي؟ ملغي. ليه؟ لانه متعلق بفعل محرم. الشرع انا سائل على طول مترجم كده، ايه اللي يخليني ابدا قايلها حلال او حرام وهي بتقول السؤال؟ دماغي قاعده بتشتغل في ان دي مصلحه معتبره ولا ملغاه، ولو معتبره هي ضروره ولا حاجه ولا تحسين. فما يفرقش عندي هو يوصف ويقول لي ده ضروره او ما يوصفش، انا عندي معايير متعلق بالدين، النفس، العقل، العرض، المال، دي ضروره، غير كده ما تقوليش ضروره. واضحه؟ ادي المصالح المعتبره بالنسبه لحضراتكم. طب بالنسبة بقى للإسقاط على الواقع، هو وزارة الأوقاف حطت الموضوع ده تحت عنوان إيه؟ العلاقة بين الدين والوطن، وبعدين الأرض والمصالح المعتبرة في ده إيه؟ يا سادات الأفاضل، نقول كلمتين مرتبين ونحطهم كده في نقاط. أي اعتداء على أي إنسان مسلم مرفوض، ده رقم واحد. اتنين، أي اعتداء على أي أرض عربية مرفوض. خلاص؟ نمرة ثلاثة، أنا لا أنساق بعاطفتي وراء أي شيء، إنما لازم يكون حضرتك محكم إيه؟ العقل، عشان تقيس دي مصلحة ولا تحقق منفعة ولا ضرر. الإجراء اللي أنا هاخده ده هعمل إيه؟ فلان ضربني، يا ترى أروح أضربه؟ أروح أموته؟ جالك ابنك بيقول لك فلان ضايقني وانا جاي، فحضرتك قاعد بتقيس تقول اروح اضربه واموته وادخل السجن؟ لا بلاش، ما ينفعش. طب اروح اضربه واتخانق معاه؟ لا ما مش هقدر عليه، ده هيضربنا كلنا وتبقى الضرر اكبر. لا ده ينفع انا لو رحت وكلمته. طب استنوا، انا هعمل ضغط عليه عن طريق نشتكيه، مش هشتكيه لابوه، ابوه ده مش هيحل، ده انا هروح لخاله. خلاص؟ فانت بتقيس المصالح كده. واضح الامر ده؟ يبقى حضرتك تيجي فلا تنساق وراء أي شيء، أو لا تنساق وراء أي شيء بالعاطفة، إنما الأمور تقاس بالإيه؟ معيارها العقل، معيارها إيه؟ العقل. نمرة أربعة، الحفاظ على وطني له الأولوية، ولازم أبقى مهتم بقياس حاجة بنسميها في الفقه فقه المآلات، أنا لما أعمل ده هيترتب عليه إيه؟ واضح ده؟ أنا هروح أتخانق مع فلان، يترتب عليه إيه؟ إن هو وجده وعمه وخاله ولاد عمه ولاد عمه كل هيوقفوا يضربوني واتضرب في الشارع. طب ما ينفعش؟ لا استنى بقى نوزن الأمور ونعرف إزاي نجيب حق هنا. لا أنا مش هجيب حقي. غلط، لازم تجيب حقك بس تجيبه صح. يبقى دي اسمها المصلحة الإيه؟ المعتبرة. الأمور التي تجري الآن هي أمور لاستدراج بلدنا. ليه يا سادات الأفاضل؟ لأنه الأمور في المنطقة الهدف منهم تفتيت الشرق الأوسط كله. مين اللي واقف ودمر مشروع الشرق الأوسط؟ مصر هي اللي وقفت لهم المشروع، هي اللي خربت عليهم الكلام ده. الهدف عندهم تقسيم مصر إلى عدد من الدول، هنسمح؟ لا. فأقاموا بقى حط الخراب اللي كان بيتم في بلادنا على مدار 10-15 سنة أو 10-12 سنة اللي فاتوا.
يبقى أنا لازم أكون كإنسان مسلم عاقل منتبه. يجي من بعدها حاجة تانية، أنا هعمل إيه؟ أنا هاخد إيه؟ كويس كده؟ ده لازم أقيس بيه عشان أشوف أي تصرف عسكري ده يحقق مصلحة ولا يحقق مفسدة، وبناء عليه يقاس الأمر. نمرة خمسة أو النقطة الخامسة يا سادات الأفاضل، القرارات عندما تؤخذ تؤخذ بناء على تقارير. التقارير ما بتجيش لحضرتي ولا لحضرتك، إنما بتعرض على مين؟ تعرض بالمختص على الحاكم، على ولي الأمر، وبناء عليه هو المسؤول عن ده مش أنا. هو المسؤول عن ده مش أنا. أنت عندك لو قلنا سلاحك قد إيه ما بيعرضش على حضرتك، لو قلنا المخزون اللي يكفي عندك من القمح والرز والسلع الأساسية، عندك أنت المعلومة دي عشان تقول والله أنا هدخل حرب ويكفيني مخزون ولا ما يكفينيش؟ يبقى ما ينفعش. يبقى الأمور مش محتاجة نوع من الضياع الفكري، إنما محتاجة اتحاد. طب إحنا دورنا كأفراد إيه؟ دورنا كأفراد رقم واحد محاربة الشائعات. لما يجي يقول لي ده بيقولوا، خلي الكلام يموت عندك. لما يجي يقول لي ده هم مش عارف إيه، اقفل الكلام خلاص امنع. انشر شير، خد ثواب، مش عارف إيه، بلاش، اوقف الكلام ده. مواقع التواصل الاجتماعي هي عبارة عن مواقع خراب اجتماعي، ده دمرت الأفراد ودمرت الأسر ودمرت العائلات. المعلومة دي لو أنا مش متأكد منها بنفسي ما انشرهاش، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الكلام ده عقاب من أهل النار. قال كده: وكنا نخوض مع الخائضين. يعني إيه وكنا نخوض مع الخائضين؟ بنقول أي حاجة مع أي حد، واضح ده؟ بنقول إيه؟ أي حاجة مع أي حد. يبقى أنت تحقق ضرر مش تحقق مصلحة. حتى الأمور اللي أنت متأكد منها مش كل حاجة تتقال. أضرب لحضراتكم مثال، تعالوا نرجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة: يا جماعة أنا وصلني الأخبار من أهل مكة إنه المشركين هيجوا يهجموا علينا، رأيكم نعمل إيه؟ والمرة دي غير كل مرة سابقة، إيه اللي هيعملوه يعني؟ قال: لا، ده اتفقت مكة مع ثقيف، مع كونوا 10,000 جيش عرف باسم جيش الإيه؟ الأحزاب. طب إحنا هنعمل إيه؟ إحنا مش قدهم، ده كل عددنا 1,000 واحد ولا 1,300 واحد ولا 1,600 واحد على أقصى تقدير. أشار سيدنا سلمان الفارسي إن إحنا نحفر خندق. جه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقى الشرق والغرب فيهم حاجة اسمها حرة. حرة أرض جبلية صعبة وعرة، مش ممكن الجيش يدخل منها. يبقى أهل مكة وهم جايين مش هيدخلوا من الشرق ولا هيدخلوا منين؟ من الغرب. باقي إيه وإيه؟ ها؟ شمال وجنوب. الجنوب في بني قريظة، بيننا وبينهم معاهدة، يا جماعة هتعملوا إيه؟ قالوا: إحنا ملناش دعوة بيهم على الحياد ومش هندخل حد. يبقى باقي جهة واحدة وهي الشمال. قال: نحفر خندق فيها، وحفروا الخندق. أثناء حصار المسلمين راح أهل مكة المشركين اتفقوا مع اليهود، ما زالوا بهم حتى أقنعوهم: يا جماعة تحاربوا معانا. قالوا: نحارب إزاي؟ الرجل بيننا، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، بيننا وبينه عهود وهو لم ينقضها وأحسن إلينا. ده اليهود بيكلموا عن مين؟ عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب نعمل إيه؟ ما زالوا بهم حتى أقنعوهم بالخيانة. لما اتفقوا معاهم على الخيانة اتفقوا أنهم كلهم يوم داخلين من الجنوب، لو دخلوا المسلمين لا هيعرفوا يفروا لا شرق ولا غرب ولا شمال. يبقى معناها إبادة للمسلمين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حب يتأكد من الخبر ده، أم باعت واحد وقال له: تروح وتتأكد لي الموقف إيه، تجيب لي الخبر اليقين، بس اوعى لما تيجي تقول الخبر قدام الصحابة، لأنك لو قلت إنهم نقضوا العهد الكلام ده يثبط الروح المعنوية. واخدين بال حضراتكم؟ يبقى معلومة وصحيحة بس اوعى تقولها، اوعى تنشرها، لأن نشرها يعمل إيه؟ يدمر الجيش. ده احنا واقفين بنحاول نسد الجماعة اللي قدامنا في الشمال دول، بقى شمال وجنوب. فراح الصحابي اتأكد إنه اليهود هيخونه، رجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول له: آه في خيانة،
لا أقعد مع الناس. قال يا رسول الله رعل وذكوان. مين رعل وذكوان دول؟ قبيلتين كان حصل منهم خيانة قبل كده، عشان سيدنا النبي يفهم المعنى. ففهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. واضح؟ يبقى مش كل معلومة تقال، يبقى مش كل خبر ينشر. حتى لو كان معلومة صح، كلمة معلومة يعني صحيح، خبر يعني أنا مش متأكد منه، الخبر اللي مش متأكد منه ما تنشروش. المعلومة اللي انت عارفها ومتأكد منها تقوم واقف تقول هي دي تضر، تضر الأمن الوطني ولا ما تضروش، تضر أمن بلادي ولا ما تضروش، ها بلدي. العدو ممكن يستفاد من المعلومة دي، بلاش أقولها. مش القصة أنك قاعد عمال تتكلم، واخدين بال حضراتكم؟ فأقوم قافل الكلام عندي. وده اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر لما وصل المسلمين والمسلمين عرفوا، القرآن وصف المشهد، قال بلغت القلوب الايه؟ حناجر. ده قلبك ده بينبض كده بيدق، قال من القفز من الخوف كأنه وصل للحنجرة هنا. واضح الأمر؟ نلخص الكلمتين اللي قلناهم ولا نسيناهم؟ تعالوا نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المصالح نوعين، المصالح منافع، الشرع وافق عليها يبقى اسمها مصلحة ايه؟ الشرع رفضها يبقى اسمها مصلحة ملغاة. المصالح المعتبرة ضرورات وحاجات وتحسينات. خلاص؟ الضرورات والحاجات نمشيهم مع بعض، لأن الحاجات تنزل منزلة الضرورات. حضرتك تقيس حياتك كلها بالمعيار ده، تبقى ماشي وانت مستريح، عشان تفتي الناس وعشان تمشي في حياتك. الأمر الأخير، مصالح الوطن تعلى على الجميع، ويقودها أولياء الأمور. ومطلوب مننا أن احنا نثق ونحسن الظن، ونسأل الله عز وجل أن يكشف عنا الغمة، ونجتمع على قلب رجل واحد. صدقوني، هذه الفترة من أصعب فترات التاريخ على مدار التاريخ كله، من أصعب فترات التاريخ كله اللي بتمر على مصر. لكن إن شاء الله نحن على ثقة في الله عز وجل أننا سننجو بأمر الله، بس نتفق ونتحد حتى ينكسر عندنا الحديد. وأقول لحضراتكم، التتار لما هددوا المجتمع العالمي الدولي، لما هددوا العالم، انكسر عند مين؟ عند مصر. وستنكسر شوكة هؤلاء إن شاء الله تعالى، ويفشل تدميرهم على يد مصر بإذن الله تعالى. سيهزم الجمع ويولون الدبر. حفظ الله بلادنا، وحفظكم وحفظ أمنكم. طول ما مفتاح بيتك في ايدك وفي جيبك دي نعمة، طول ما مفتاح بيتك في ايدك وفي جيبك دي نعمة، غيرك فقد بيته وغيرك المفتاح فقده. فحافظوا على بيوتكم، وحافظوا على أوطانكم، وأصلحوا ما بيننا وبين الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أطلت فسامحوني، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتح الله عليكم بكل خير فضيلة الشيخ محمد الدومي. وهنا أستحضر كلمات الشاعر: بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي. ودائما ونحن نتحدث في مجالس العلم يحلو الكلام، ودائما مسك الختام مع سيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ونستمع إلى ابتهال بصوت فضيلة الشيخ حسين إبراهيم الإمام.